نعم. هذا بين قوسين فقط ونمضي. فنأتي الهندوسية. الهندوسية ست مدارس، ست مدارس أيها الإخوة. لا يعرف عنها، عن هذه الست المدارس، أن لدى إحدى هذه المدارس نزعة إلحادية أبدا، ما في، بالعكس. الديانة الهندوسية ديانة تؤمن بالآلهة، بل بتعدد الآلهة، تؤمن بمئات الملايين، تؤمن بزواء 340 مليون إله. وكما ذكرنا أكثر من مرة، هي ترى أنه تقريبا كل ظاهرة، كل ظاهرة لها إله يرعاها، لها إله هو إيه؟ المسؤول عنها. واضح؟ كل ظاهرة من الظواهر تفسر بإله، ومن هنا كثرة الآلهة لديهم. 340 مليون. لكن الهندوسية تعتقد أيضا أن هذه الآلهة كلها تظل إيه؟ تختزل وتنحصر حتى تعود في النهاية إلى إله واحد مسيطر على كل هذه الآلهة. والهندوس الذي يبلغ المقام الذي يفنى فيه عن ملاحظة كل هذه الكثرة المتكثرة من الآلهة، ولا يعود يرى إلا إيش؟ إلا فعل وأثر الإله الواحد، يكون بلغ أعلى درجة من درجات ماذا؟ الاستنارة والتدين في فهم إيه؟ الهنادكة. ويعطى إيه؟ أسماء من ضمنها المهاتما، المهاتما غاندي، هذا هو المهاتما. هذا إيه؟ بلغ درجة خلاص لا يرى إلا إيش؟ إلا الله الواحد، ويفنى عن كل إيه؟ هذه الصور والأمثال. تمام؟ هذه الهندوسية. لكن هناك إيه؟ مدرسة اسمها إيه؟ مدرسة لوكاياتا، هذه مشهورة أكثر، اسمه الحقيقي الأول كارافاكا، لكن معروفة أكثر بإيه؟ لوكاياتا. هذه المدرسة أسست في القرن السادس قبل الميلاد، في القرن السادس قبل الميلاد، ويبدو أنها طورت نزعات ومقاربات مادية، وهي مدرسة فلسفية، مدرسة تنتمي إلى الهندوسية، ولكنها لا تشكل واحدة المدارس إيش؟ الست الرئيسة. يبدو أنها تيار إيه؟ جانبي فرعي لا قيمة له، لا وزن له. لكن المؤرخون أيها الإخوة يعنون إيه؟ بكل شاردة وواردة إذا أتاحت لهم وثائق ذلك، مهما أتاحت الوثيقة ذلك إيه؟ وهذا شيء جيد كي نعرف تطور الحقائق وتطور الأفكار. فالكارافاكا أو لوكاياتا أسست في القرن السادس قبل إيه؟ الميلاد، طورت نزعات أو منظورات فلسفية مادية إلحادية. هناك بعض الأشعار التي بلغتنا إيه عنهم، وفعلاً حين تقرأ هذه الأشعار تشعر أنك أمام إيه؟ أمام نزعة إلحادية تدعو إلى التمتع، تدعو إلى التمتع، عيش حياتك يعني بالطول وبالعرض، في النهاية الكل ثاني، ما في شيء. واضح أنها إيه؟ نزعة إلحادية. واضح أنها تنكر الحياة الآخرة، مصرح إنكارها لله أو الآلهة ليس مصرحاً به كإنكارها إيش؟ للحياة الآخرة. تنكر خلود الروح أيضاً بوضوح قريب من إنكارها إيه؟ لخلود للحياة الآخرة. لكن إنكارها للآلهة أو الإله ليس واضحاً بهذه. ولذلك كتب بعض النقاد الهنود المعاصرين قولاً: نحن لسنا واثقين من ادعاء أن اللوكايات كانت مدرسة إلحادية. ويبدو أن الأرجح، رجح هذا إيه؟ الدارس الهندي، يبدو أن الأرجح أن هذا بالفعل مدارس أخرى أرادت أن تعلي وتؤكد من شأن النزعة الإلحادية بهدف وغاية ماذا؟ دحضها والرد عليها. يعني بعض الناس يحب شيطن، بعض الناس يحب أن يخوض معركة وهمية فيشيطن خصمه ويدعي أن خصمه هذا خطير وزنديق وخطر على الإسلام وخطر على الأمة وشيء كبير، ويبدأ إيه؟ الآن يرد عليه عشان يطلعوا انه ايه شيء كبير يعني، وهو في الحقيقه لا هو خطير ولا زنديق ولا خطر على ايه الامه والدين. وكذلك يقول هذا الرجل في موضوع اللوكايات، قال لا هي مش ماديه الى هذه الدرجه ومش الحاديه، مدارس اخرى زعمت ذلك فيها واكدته لكي إيه تقوم ايه باضحاض هذه الوجهه من النظر. الله اعلم. على كل حال هناك ايضا ايه، هناك مدارس اخرى ايها الاخوه او نزعات الحاديه، لكن ليس لدينا تفاصيل مثل ايه السمخايا، وهو يعني التقليديه كلاسيكال سمخايا او سمخايا، هذه ايضا والبورفا ميمامسا، قالوا هذه هي ايضا ايه اتجاه الحادي، ما عندناش معلومات تعود الى دراسات موسعه وكتب معجميه كذا، ما في حتى عن ايه لوكاياتا، اسطر معدوده جدا، ما في ايه معلومات كثيره، ليس لدينا ايه الكثير.